اوعى تنسى اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. اخش الكنترول روم 5 ثواني اجيب البنات واخرج. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ 5 ثواني. طب 3 ثواني. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعمة دي؟ طب نص ساعة. طب نص ساعة اوكي. ايه اللي بيحصل؟ يا حلاوة. ايه اللي انا شايفه ده؟ يا واضح انك ما تربيتيش. انت اللي وليا مهزقه. مفيش فين. الحقيقه ما خدتش بالي يعني اصل ما بتابعش فنون شعبيه. البت شيء اللي حاجه يا اولاد الكل يا اولاد يا دنيا صارم دنيا يلا بينا يا ابن المجنونة. ده بجد ولا ذكاء اصطناعي؟ ده هتبقى سواد على الكل. اللي معرفش اعملها عشان بس الامل اللي جه فجأة في وشك ده عشان ما تحبط. وانا بقول لك تعالي نعمل حاجة عيب ولا غلط ولا حرام. ثواني اقسم بالله الاكل ده كله على حسب نيازي. اي خدمه ورسم اخلص انت على حق يابا. وصاحبك عبر يقتله يشوف مصلحته وتقوله حياه النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. الحريم دول توحشوا رايحين جايين بالبادي والاستريتش وال... ربنا ما يشمتهم فينا اللي حاطين عينيهم علينا. وتسيبيه يا رب اضربنا زياده في الهرمونات عامله لي صهد بعيد عني. بتاع ايه؟ بتاع اللحمه اللي احنا بنشتري منه. ماله؟ انا بقالي يومين هفتانه وبهبهب على حته لحمه. طلع بيبيع لحم الكلاب وشمعوا له المحل. حب 4 سنين ما راح على الفاضي. امبارح اتعشيت بعرسي يشرب قهوة وسيجار. انت مسموح لك تعملي اي حاجة. تعال يلا بينا. وبحكي خلوة سيارة ومعطاها لحسة بنزين. تاتا تاتا حط العتبة يا عيشة. خدها مني نصيحة، النسوان دي عاملة زي حتة الأفيون، حتة مرة. اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. بس طرش ما بتهزرش، خليك طول الليل تلز وتستلز. والنبي ايه؟ وما دام العريس بيتجوز يبقى العروسه هتتجوز. المتين بينفع ولا المتين على الاصل يدور؟ بص لي بقى ما تطلعش عفاريتي. يمسكك من زمارة رقبتك يخليك تمشي من غير زمارة. عند حميدة ومرات لحجة سديدة جايب العرس اصفر وكحيل. هنقرا فتحة الكسوسو يا دوار وفاكرني انا بعد اختار. اختك لسويت يا عم لا لا شيشة بس. يلا بينا. ليه عليكم يا عالم يا زبالة؟ ده قلبي سبحان ربنا يكرمني وتيجي تقعد جنبي. يا سلام يا بركة دعاك يا ماي مازر. ده انا ابويا مات قبل ما يبوس علي. خسارتي في الدنيا دي رومانسي بس على بلاك منسي. 25 سنة حرمان. هات كاس. لا هيبقى لا كاس ولا دوري. ايه ده؟ ايه ده؟ يا بخته بيت زي المنجان. كده يعني؟
المعلم الله يرضى عليك. لا ما بحبش الاستعجال. انت ما عشتي بالدلوقتي نسائي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ايه بتعيط ولا ايه؟ انا ما كنتش قصدي والله. حب الكبير حب تقول ولا الوجع اللي وجعهولي. لا ما تبكيش انت، لو كان قصدك ده يعني انت فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ ما تسخنش قوي، مش اي حاجه سخنك. عظيمه كده حد قمر. لو تسألوني بعشق مين، نسوان في سن الثلاثين فهمانة خبر. مفيش أحلى من الشمال يا بت. بيت السنين ومعاه أعيش كل المتعة، أعيش معاه أحلى يومين. أحيه الحاجات باين، رمتي فوق أي شيء. أنا ما بتجرحش على فكرة. حصل خير، حصل. أنت الخسران يا محمد. أنا آسف، معلش. باي باي يا صباح اللي بتغني. باي باي، لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك يا لف؟ أنا وحمائي فركشنا. أنا مستعجل عندي إذاعة، بس ده ما بيعني إنه ما برجع بحب عادي. اسمع فيش حب إيه ده؟ ضفرة وخصوصي ما بينفعوش، قلتهم أحسن. كمل عصام. فيكي بقى أنت كده العصاية دي؟ اقعد كده نزل يلا. يلا تاني يا أولاد يلا. خلاص طب يا بيه حبيبك اللي تحبه اكله نابت وحب من مين الجحش ده؟ من غير هياكة لا تبقى ودت ولا جابت. يا كمان احيل قلت مين الجحش ده؟ وياك يا سما انا يا مكشي وياك يا لا ما الكنز في الرحلة امشي ما لقيت ولا. طيب اطلع انت الرحلة عبقى ما افكر انا. حرام حرام عليك. مبين لك لسه استدعونا واحدة بطعمة ملولة ولا يا مبهرة يا حلوتي. رقاصة 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 يعني رقاصة. قلت فوق انها كانت بتشتغل رقاصة. ايوة الحقيقة يعني كانت بترقص. الست يا جلال قدم لها احسن واغلى مشروب عندك. وباي وسلام. خد بالك والله ده كل ده كلام فاضي. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها